السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيتم بالخير جميعاً. ياكم أخوكم سعيد جلفار، أول مرة أقولها، أنا عضو في فريق JRCS جميل رياليستيك كومبات سيستم. كابتن جميل المعلمني تقريباً كل شيء أعرفه أنا في الفنون القتالية، اختصاص كونغ فو وستريت فايت. طبعاً الكابتن مخترع أسلوب لوحده في الكونغ فو، تدريبه غير أولد سكول، يعني تمرنت، شوفوا أنا تمرنت من صغري، سواء على تيكواندو، لعبت كاراتيه، لعبت برابلينج، لعبت مصارعة رومانية، لعبت ميكس فايت، ما استفدت من شيء قد ما استفدت من كابتن جميل. كابتن جميل شر، يعني حرفيا يعني ما كلت ضرب في حياتي قد ما كلت مع تمريني مع كابتن جميل، وأنا أسف كابتن على هذا الكلام، بس عند أي كابتن بيعلمك كيف تضرب، كابتن جميل يعرفك أول شيء كيف تنضرب، كيف تستحمل الضرب، كيف بعد ما تاخذ الضربه تكمل امورك طيبه. اولد سكول حرفيا في كل شيء، سواء من نبدا من البوكسينج لين كيك بوكسينج لين التايكواندو لين الجيتسو لين الهبكيدو لين اختار اي لعبه هو مدخلنا في السيستم اللي مسوينه. انا بعرض لكم شويه صور عنه. طبعا كابتن جميل اختصاصه الاساسي مش حلبه ولا رياضه ولا مسابقات، لا، اختصاصه الاساسي هو انه يعلمك كيف تدافع عن نفسك. وأكثر الطلاب اللي عندنا هم من صغار السن، يعني شخص ما أقول متنمر عليه في المدرسة، يعني تعبان من ربعه أيا كان، ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يعرف شو لازم يسوي، كيف يتعامل مع هالموقف. كابتن جميل هاي لعبته، نحن ككبار يعني نعتبر من الفريق، لكن أساس تركيز كابتن جميل على الصغار، صغار السن. أنا بحط لكم شوية مقاطع له، بحط لكم شوية مقاطع لتمرينه سواء للكبار أو الصغار. عندنا ما شاء الله لاعب عبد الله فاز في بطولة، فاز في مباراته في بطولة يو إي ووريرز للأمامي. بعدني أقول اللعبة اللي علمنا يا كابتن جميل، السيستم اللي هو مختار عنا مش للحلبة فقط، يعني الحلبة تعتبر شيء جدا بسيط مقارنة في اللي نقدر نحن نسويه في الشارع. اللي عارفني وجرب يلعب وياي يعرف شو اقصد، اللي ما يعرف ياخذ من الفيديوهات بس، خلكم على صوب شويه. فكابتن جميل لكم مني كل تحيه، شوفوا هالفيديوهات واخرتها بحط لكم اكاونت للي حاب ينضرب عشان يتعلم كيف يضرب، ضيفوا كابتن جميل، حياكم الله. المصري لكن هل هناك حركة إخضاع؟ خلنا نشوف إذا ما أعتقد محكمة يعني. لا محكمة الآن، محكمة بالفعل. حولها لتراينجل. يا سلام، طول الأطراف تسع. شوف انا شو اسوي،